السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أرحب فيكم معي في إدارة تعليم السياقة للمحاضرة النظرية كأول مرحلة للطالب للمتعلم قبل الدخول في المرحلة العملية والامتحان العملي. طبعا المحاضرة النظرية في إدارة تعليم السياقة تهتم بجوانب الهدف منها توصيل للطالب اللي هي مهارات التعامل مع الطريق وقوانين التعامل مع الطريق قبل البدء في العملية التدريبية. فدور المحاضرة النظرية هي تعليم للطالب أساسيات التعامل مع بيئة الطريق قبل الدخول في المرحلة العملية. طبعا راح نسلط الضوء في هاي المحاضرة على العلامات المرورية كمدخل أساسي كلغة أساسية للتعامل مع بيئة الطريق وقوانين المرور، إجراءات ما بعد المحاضرة اللي تتضمن التدريب العملي زائد الامتحان إلى حصول الطالب على رخصة القيادة بالإضافة إلى الخدمات المرورية. تعتبر العلامات المرورية والخطوط الأرضية هي لغة من لغات التعامل مع بيئة الطريق، فكون المتعلم يحتاج هاي اللغة فهمها بالجانب النظري لتطبيقها في الجانب العملي. راح نبتدي بالعلامات المرورية كمدخل أساسي للتعامل مع الطريق. راح نبدأ أولا بالعلامات التحذيرية. شنو شكل العلامات التحذيرية؟ العلامة التحذيرية عبارة عن مثلث باللون الأحمر ثلاثي الأبعاد، إحدى زواياه الحادة للأعلى للأمام. طالع معي رأس المثلث إلى الأعلى إلى الأمام، يعني احذر، أمامك خطر قادم، خفف السرعة. إيحاء العلامة المرورية، مدلول العلامة المرورية كرأس كمثلث رأسه إلى الأعلى إلى الأمام يدل على أن في الأمام في خطر قادم، لازم أحذر، لازم أخفف السرعة. شنو نوعية الخطر اللي راح يجي في العلامة المرورية؟ طالع معي احذر، خفف السرعة. احنا لازم نعرف الهيكل الخارجي للعلامة المرورية كلغة، بعدين نبتدي ندخل في مكمل لغة العلامة المرورية. احذر، خفف السرعة، امامك دوار. احذر، خفف السرعة، امامك اشارة ضوئية. ودائما العلامات التحذيرية اتي على بعد مسافة قد تكون 200 متر، 100 متر، 300 متر، وذلك لتخفيف السرعة قبل الوصول إلى منطقة الخطر. احذر، أمامك منحنى إلى اليمين أو منحنى إلى اليسار. إذن الطالب المتعلم أو المتدرب عليه يفهم فقط أن المثلث يعني لي احذر، ترجمة اللغة الباقية على اللي هو المتدرب. طبعا راح أركز الضوء على هاي العلامة المرورية لأنه علامة مهمة جدا قد تسبب حوادث مرورية موجودة على الطريق. طلعوا معاي. طبعا أنا أشوف هاي العلامة مثل ما ذكرت في البداية أن المثلث يعني لي احذر ويعني لي خفف السرعة. قاعدة أنا أشوف ملتقيات متباعدة، تقاطعات على شكل حرف تي، طرق فرعية على شكل حرف تي. دائما هذه العلامة التحذيرية تي حق اللي جاي من الشوارع الفرعية، سواء كان الطريق الفرعي اللي على جهة اليمين أو على جهة اليسار. فاللي جاي من الشارع الفرعي هو اللي يحذر، هو اللي يخفف، هو اللي طالع يمين يسار، لأن دائما الأولوية للشارع الرئيسي. أما الدائرة اللي باللون الأحمر فهذه الدائرة الحمراء ترمز لي إلى ممنوع. دخول الطالب في أي علامة من علامات الممنوع في الامتحان العملي يؤدي لعملية رسوب الطالب في الامتحان. فهذه العلامة الأولى مهمة جدا للتركيز عليها اللي هي ممنوع دخول المركبات. دائرة إطارها باللون الأحمر تعني لي ممنوع أدخل داخل الدائرة، معناتها ممنوع دخول المركبات. ممنوع تجاوز السرعة أكثر من 120. أشوف هاي العلامة على الهايوي، على الشوارع الرئيسية السريعة الموجودة. ممنوع تجاوز السرعة أكثر من 100. خذ معاي على هاي العلامة المرورية. ممنوع تجاوز السرعة أكثر من 50 في المناطق السكنية، المناطق التعليمية، المنحنيات، دخول الدوارات. احنا لما أني حق المناطق السكنية، أولا الشوارع راح تكون مسافاتها أقصر، راح تكون مساحاتها أضيق، عبور المشاة موجود بكثرة بحكم أنها منطقة سكنية وفيها أطفال، فيتوجب تكون سرعتي أقل ما يمكن. فكل ما نزل السائق
بالسرعة القانونية أقل ما يمكن، كل ما كانت عند السائق سيطرة أكبر لوقوف المركبة قبل وصوله إلى عبور أو إلى الطفل. ممنوع الاتجاه نحو اليمين، ممنوع الاتجاه نحو اليسار. بتقولون لي ليش هاي العلامة فيها خط في الوسط وبعض العلامات الدوائر الحمراء ما يوجد فيها خط في الوسط؟ احنا لما اني دائما للعلامات كلغة نترجم الهيكل الخارجي للعلامة المرورية. العلامة المرورية معناتها ممنوع سواء كان الخط اللي في الوسط موجود او مو موجود، ولكن يوضح هذا الخط كزيادة فهم للسائق في عملية المنع، ولكن اعتمادي في الممنوع على الدائرة اللي باللون الأحمر. أما العلامات الإلزامية أو الإجبارية فهي دائرة باللون الأزرق. طلع معاي إطار الدائرة باللون الأزرق بشكل مبسط وسهل للمتدرب، إن هذه العلامة تلزمك تروح عليها سواء كان اتجاه لليسار أو اتجاه للأمام فقط. حق الدورات الصغيرة أنا ملزمة أروح على، سواء كنت بروح يمين أو يسار أنا مجبورة أدخل هذه الدورات. آخر العلامات المرورية اللي تعتبر اللغة في الطريق طبعا هي العلامات الإرشادية. قبل لا أدخل في العلامات الإرشادية أبغى أعلم المتدرب الهيكل الخارجي للعلامات الإرشادية. شوف معي مربعات باللون الأزرق أو باللون الأخضر، هذه العلامات تعني لي علامة إرشادية. المطلوب من السائق أو المتدرب هو معرفة الهيكل الخارجي لكل علامة مرورية عشان يتمكن من تصنيف العلامة كلغة موجودة في الطريق. هني عندنا طبعا مربع باللون الأزرق مكتوب فيه منطقة هوسبيتال أو مستشفى، تعرف للسائق أن هني منطقة فيها مستشفى. باركينج، استخدام حزام الأمان، معبر للمشاة، وهذه العلامة الإرشادية توضع عند خطوط المشاة المخصصة لعبور العبور اللي هو المشاة. اتجاه واحد للأمام، اتجاه واحد لليسار، طريق غير نافذ، مغلق الشارع. هذه المربعات اللي باللون الأخضر عادة تحدد للسائق المناطق اللي راح يتجه إليها بناء على الأسهم الموجودة في هاي العلامة المرورية. فإذا رحت للأمام مثلا راح أروح للمنامة، يمين مثلا راح أروح عسكر أو معمل التكرير، يسار راح أروح مدينة عيسى. أحيانا أشوف هاي العلامة بهيكل المربع اللي باللون الأخضر، وأحيانا أشوفها بهاي الطريقة للسائق كعلامات إرشادية، وأحيانا أشوف هاي العلامات أيضا باللون الأزرق. سواء شفتها باللون الأزرق أو الأخضر كلها تعني لي علامات إرشادية. راح نتحدث الآن عن الخطوط الأرضية كمكمل للغة العلامات المرورية. طبعا احنا عندنا في الشارع أولويات في الشارع شرط المرور، الإشارات الضوئية، العلامات المرورية، الخطوط الأرضية. فالخطوط الأرضية أيضا كلغة من لغات الشارع للتعامل مع الشارع بشكل صحيح. فلما أنا أعين الخطوط المتقطعة بكل سهولة، مسافات بينية ما بين الخطوط الأرضية، هذه المسافات وضعت لعملية تغيير المسار والانتقال من اليمين إلى اليسار كمدلول لعلامة اسمح للتجاوز. فدائما الخطوط الأرضية المتقطعة هي لعملية سماحية التجاوز والانتقال من اليمين إلى اليسار. أما إذا كان الخط متواصل معناته هذا الخط كرصيف وهمي فاصل ما بين مسارين يمنعني من التجاوز والانتقال من اليمين إلى اليسار. نيجي حق هاي الشارع، هذا الشارع طالع معاي عبارة عن كل مسارين في نفس الاتجاه، مسارين رايحين مسارين في اتجاه معاكس. أقدر أنتقل من المسار الأول إلى المسار الثاني بحكم أن الخط الفاصل خط متقطع، ولكن هل أقدر أنتقل من المسار الثاني إلى المسار الأول في الشارع الثاني؟ طبعا لا، بحكم وجود خطين متواصلين يعبرون لي على الرصيف لمنع التجاوز. إني حق اللي هو الخطوط العرضية. الخطوط العرضية أيضا كلغة موجودة في الطريق. طبعا أنا قاعدة أشوف تقاطع على شكل حرف تي مفتوح من الجهتين من اليمين ومن اليسار، نهاية التقاطع خط متواصل بشكل عرضي. هذا الخط المتواصل بشكل عرضي راح تكون بجنبه علامة قف.
لو أنا جيت يوم الامتحان ووصلت إلى نهاية الشارع وما في سيارات، هل يتوجب علي الوقوف أم تكملة المسار؟ طبعاً في وجود العلامة المرورية ووجود الخط العرضي المتواصل يتوجب على السائق الوقوف وخلف الخط المتواصل بشكل عرضي. هذا المربع الأصفر لابد تكون منطقة خالية من السيارات عشان ضمان اللي هو سهولة انتقال جميع المسارات بشكل صحيح في حال فتحت الإشارة الضوئية. من الملاحظ أن السيارات شو تسوي؟ مثلا هاي السيارات الإشارة الضوئية هنا فتحت لكن الإشارة هنا صكت، فيقومون ينتقلون من هالمسار إلى المسار الثاني ويصكون المربع الأصفر. الحين الإشارة الضوئية فتحت حق هالمسار، شلون ينتقلون إلى المسار الثاني في حين وجود سيارات على المربع الأصفر؟ طبعا راح نسلط الضوء على أهم المخالفات المرورية والمواد القانونية في قانون المرور اللي يرتكبها السائق أثناء اللي هو تعامل مع الشارع. طبعا احنا راح نتكلم الآن عن المخالفات المرورية اللي هي الحد الأدنى إليها 20 دينار كمخالفة مرورية وما تتجاوز 100 دينار، يعني ما تقل مثلا إعاقة حركة المرور بالطريق العام أو السماح لقائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة أو قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية استعمال الأنوار المبهرة، عدم إفساح قائد المركبة لمرور المواكب الرسمية، وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أيضا استعمال المركبة في المواكب الخاصة، وعدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول في المنعطفات أو التقاطعات، وعدم استخدام قائد المركبة للهواء وركاب المقاعد الأمامية لحزام السلامة، عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن بصحبته خوذة السلامة، والسماح قائد المركبة للأطفال دون سن 10 بالركوب. طبعا هذه المخالفة مهمة جدا، شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، يعني هي بعد من ضمن المخالفات الكثيرة اللي نطالحها في الشارع اللي هي ان انت توقف مكان المخصص للمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة. اما المخالفات اللي طبعا هذه المخالفات يعاقب السائق بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة ما تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، أما المخالفة أو الحبس. زين، هذه المخالفات استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، يعني مثلا سيارة مو مخصصة حق مثلا رفع سيارات أو أنه مثلا مخصصة حق أثقال يستخدمها في غير رخصتها يؤدي لهذه المخالفة، قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، يعني مثلا أنا عندي ليسن سيارة خاصة وأستخدمها حق ليسن اللي هي مثلا لوري أو باص، هذه تندرج تحتها المخالفة، قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يتوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد سحب أو إلغي، تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، قيام قائد المركبة أثناء القيادة بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال وحمله في اليد، تسليم المالك المسجلة باسم المركبة أو الحائز لها والمسؤول عنها لمن لا يحمل رخصة قيادة. أما المخالفات اللي لا تزيد الحبس عن 6 أشهر والغرامة ما تقل عن 100 دينار وما تتجاوز 500 دينار اللي هي تجاوز الإشارة الضوئية حمراء ونتج عن هاي التجاوز حادث إصابات، طبعا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز السنة والغرامة لا تقل عن 1000 دينار وما تزيد عن 3000 دينار، وأغلب هاي المخالفات اللي مال الإشارات الضوئية تتحول إلى قضائية. تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار 30% يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة ما تقل عن 50 دينار وما تتجاوز 250. تجاوز السرعة بأكثر من 30% يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهر ولا تتجاوز 6 أشهر وغرامة ما تقل عن 100 دينار وما تتجاوز 500 دينار. حين تجاوز السرعة ونتج عن التجاوز إصابة وتلفيات، طبعا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار. أما تجاوز السرعة ونتج عن هالتجاوز حادث وفاة، تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها. أما المخالفات
اللي لا تقل عن 20 دينار وما تتجاوز 50 دينار. يجوز الإدارة العامة للمرور عرض الصلح بمبلغ يعادل الحد الأدنى 20 دينار، فإذا بادر المخالف بالسدار خلال 7 أيام التالية لعرض التصالح خفض المبلغ التصالح المذكور إلى النص دون الإخلال بحق الإدارة العامة للمرور في إحالة المخالفة إلى القضاء. ومن هاي المخالفات ترك المركبة على الطريق العام بحالة ينجم عليها تعريض الأرواح والأموال للخطر، أو استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر، السير عكس اتجاه المرور، عدم التنازل عن أولوية عند اللزوم المربع الأصفر، تجاوز الخاطئ من خط الطوارئ من على أرصفة الطريق أو ما في حكمها. المتدرب اللي أول مرة يتدرب طبعا راح ياخذ 22 ساعة كاملة، أما الطالب اللي عنده أو المتدرب اللي عنده ليسن مثلا من أي دولة ثانية راح ياخذ 6 ساعات يدخل امتحان تقييم. كيفية الحصول على معلم سياقة طبعا عن طريق الموقع الإلكتروني www.bahrain.ph. من الموقع الإلكتروني تدخل على الموقع الإلكتروني لعملية البحث عن معلم سياقة. احنا قلنا 22 ساعة كاملة تدربها، الحد الأدنى ساعة والحد الأقصى 2 ساعة في اليوم. الساعة قيمتها ب7 دينار، الساعتين ب14 دينار. طبعا التدريب راح يكون من ضمن عقد التدريب محصور ما بين المدرسة وخارج المدرسة. أول ما الطالب يستلم هذا الدفتر طبعا بيسجل بياناته كاملة فوق اسم المتعلم، رقم رخصة السياقة ويقصد فيها CPR نمبر، العنوان، جهة العمل، الهاتف والتوقيع. طبعا يسجل إجراءات الطالب هذا في دفتره، وعقب ما يحصل على معلم اللي هو السياقة يقوم المعلم بتسجيل بياناته بجنب بيانات الطالب كعقد مبدئي ما بين المعلم وما بين الطالب. من ضمن شروط التدريب قلنا أن الساعة قيمتها ب7 والساعتين ب14، ويجب على المتدرب عدم إعطاء أي دفعة مقدمة من المال لمعلم السياقة قبل التدريب، وإنما إعطاء المدرب بعد الانتهاء من الساعة التدريبية. يجب على المتدرب عدم السماح لمعلم السياقة بالتوقيع في دفتر التدريب دون استكمال ساعات التدريب، يعني لابد من التعليم والتوقيع. يمتلك المتدرب الحق في تبديل معلم السياقة، يعني الطالب ليه أو المتدرب ليه الحق في تبديل المعلم. متى؟ إذ أن يكون المتدرب غير مقتنع بتدريب المعلم وشعوره بعدم ملائمته له، سفر معلم السياقة لمدة طويلة، أو الحالة الصحية لمعلم السياقة. قبل أن نختم المحاضرة النظرية راح نتطرق إلى جزء بسيط وهو استعداد الطالب لمرحلة الامتحان العملي. بعد الانتهاء من العملية التدريبية يحجز الطالب اللي هو الامتحان العملي عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هو الحكومة الإلكترونية www.bahrain.ph. قيمة مبلغ الامتحان 16 دينار تدفعها عن طريق الأونلاين وانت تحجز موعد امتحان. ويوم الامتحان حضورك مبكر للامتحان قبل نص ساعة من موعد الامتحان، إذا كان موعدك الساعة 10 مثلا تكون متواجد في إدارة تعليم السياقة الساعة 9:30، يكون معاك دفتر التدريب، استمارة فحص النظر، رخصة تعليم، وتكون متواجد تقعد على الكراسي اللي هو في الاستقبال. يجي الممتحن اللي عندك يناديك، إذا كنت تلبس نظارة طبية لابد تكون عليك النظارة الطبية أو العدسة يوم الامتحان. الممتحن طبعا يناديك، تسمع اسمك، تنطلق إلى الامتحان. امتحانك مثل المكان اللي تدربت فيه اللي هو المدرسة، وإذا نجحت داخل المدرسة يطلعك الممتحن خارج المدرسة، وفي حالة نجاحك خارج المدرسة آخر مرحلة اللي هي مرحلة الرجوع للخلف أو الريوس. في حالة نجاحك في 3 هاي المراحل المهمة للامتحان يتم توقيع أوراقك والحصول على رخصة القيادة اللي هي الليسن. طبعا طلع الليسن في نفس الوقت ب20 دينار، وخلاص انتهت مرحلة اللي هي التدريب وحصولك على الليسن. أتمنى لكم النجاح، مع السلامة.